بسم الله الرحمن الرحيم، منورين كلنا جميعا. إن شاء الله يكون بروجرام حلو علينا كلنا بإذن واحد أحد إن شاء الله، وكلنا نستفيد وكلنا نستمتع بالبروجرام بتاع ريبسولوجي زي ما ريبسولوجي عودتنا دايما. أنا باسم طلال، هكون معاكم النهارده على الـ Situation Analysis Part 1. بس عايز انشور ان الناس معايا، فممكن الناس تكتب على الجروب بعد اذنكم على الشات. كله تمام؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي الريكاب بتاع السيتويشنال اناليسز. والسيتويشنال اناليسز احنا بنعمله اصلا عشان نجاوب على سؤال اللي هو شير where we are now. احنا كل شغلنا في الاناليسز عشان نجاوب على السؤال دوت. طيب، انا باسم طلال، بشتغل جروب برودكت مانجر للناركوتيك بزنس يونت في شركه في السعوديه، و هناخد انتروداكشن النهارده على السيتويشنال اناليسز. السيتويشنال اناليسز ديت كورنر ستون فور اني سكسسفول ماركتير. ليه؟ لانها بتست الماركتير اناليتيكال سكيلز، وكمان هي الفيرست ستيب في السوستك موديل بتاع اني ماركتنج بلان، او الاس اللي هي السيتويشنال اناليسيس. والسيتويشنال اناليسيس السيجنفكنس بتاعه بيجي من الديفايننج بتاع الكرنت سيتويشن بتاع الشركه اللي احنا فيها، وبيلدنج النكست ماركتنج بلان بيزد على الاوت كام بتاعت الاناليسيس. يعني كل الستيبس اللي بتيجي في الماركتنج بلان بتبقى ديبند مينلي على الاناليسيس والاوت كام بتاع الاناليسيس اللي احنا بنعمله. طب هي زي ما قلنا بتانسر الكوتشن بتاع وير وي ار ناو. والنهارده السيتويشن اناليسيس بينكلود تو بارتس. اول بارت هكون معاكم فيه الانفيرومنتال سكاننج والبي ال سي والبي سي جي والسوات والتوز، وزميلتي الدكتوره ايه هتتكلمنا على الاي اكويفيا سيلز اناليسيس والار اكس اناليسيس والكاستمر اناليسيس. نبتدي باول بارت اللي هو الماركتنج انفيرومنت سكاننج والديفينيشن بتاعها، هي الاكتورز والفورسز اللي اوتسايد الماركتنج ديبارتمنت بتاعنا اللي بتافكت البرفورمانس بتاع الماركتنج ديبارتمنت بتاعنا. طب هي بتتقسم ازاي؟ الماركتنج انفايرمنت بتتقسم لاسمين، مايكرو انفايرمنت وماكرو انفايرمنت. طب ايه الفرق بين المايكرو والماكرو؟ هما تو ميجور ديفرنسز، الفوكس والسكوب والكنترول. يعني السكوب بتاع المايكرو بيبقى كلوزد ليك اكتر من الماكرو، الماكرو برودر سكوب اكتر، والمايكرو الى حد ما احنا بنقدر نعمل له كنترول، انما الماكرو ما نقدرش نعمل عليه كنترول. نبتدي نشوف شكل تفصيلي للانفايرمنتال الماركتنج انفايرمنت. نلاحظ ان الماركتنج ديبارتمنت بتاعنا اللي هو السيركل اللي في النص كلوزد ليها المايكرو انفايرمنت، وبرودر عنها شويه الماكرو انفايرمنت. طب المايكرو انفايرمنت ديت ايه؟ دي بيقول لك الاكتورز والفورسز اللي كلوزد للكمباني وبتافكت الابيليتي تو انجيج اند سيرفيس اند سيرف اتس كاستمرز. بتتلخص في 6 نقط، نبتديها من الشمال، الكومباني والسبلايرز والماركتنج انترميدياريز والكاستمر والكومبيتيتور والبابليكس والبابليكس. في 2 من الـ6 فورسز دول احنا مش بنبقى انكلود ليهم قوي، اللي هي السبلايرز واخر واحد البابليكس. فعشان نختصر الموديل دوت ممكن نختصره في حاجه اسمها 3 سي موديل، وده اول موديل احنا بنتعامل معاه كماركتيرز. 3 سي بتريبريزنت الكومباني والكومبيتيتور والكاستمر، وبلس كمان الدكتور هشام استاذنا ضاف لنا الماركتنج انترميدياريز، وانا بصراحه كنت اول مره اخد المعلومه بتاعت الماركتنج انترميدياريز، كنت طول عمري بعمل 3 سي موديل. سو المايكرو انفايرمنت يا جماعه بنلخصها في 3 سي موديل والماركتنج انترميدياريز. زي ما اتفقنا المايكرو انفايرمنت بتساوي 3 سي موديل والانترميدياريز، وهنبتدي بالانترميدياريز الاول. الانترميدياريز دول اللي هم ايه؟ اول واحد الريسيلر، وتاني واحد الديستريبيوتر، وتالت واحد الماركتنج ايجنسيز. طب الريسيلر عندنا في الفارماسيوتيكال اندستري هي عباره عن الفارماسيز، ما عندناش اي ريسيلر تاني غير الفارماسيز. فانت كماركتير لما بتيجي تعمل اناليسيز للفارماسي وقررت انك تاخد فيدباك من الفارماسي، بتنزل الاول تتست مع الفارماسيست اللي موجود في الصيدلية، الصيدلي اللي موجود في الصيدليه على حاجات كتير. اول حاجه فيهم مثلا ان انت بتست الويلنج ان هو يباي البرودكت بتاعك ولا لا.
عشان تنشور الافيلابيلتي. لو حضرتك انشور الافيلابيلتي ليه؟ عشان ما يحصلش عليك باك فاير لما تنزل روشتات وتبتدي السيلز تيم يجنريت ديماند وما يلاقيش البرودكت موجود. تاني حاجه بتست مثلا البروفيت مارجن بتاعك فيرسس الكومبيتيتور، بتاخد الفيدباك دوت من الصيدلي، هل انت ريليفنت ليه والبروفيت بتاعك ريليفنت ليه ولا لا. رابع حاجه بتشوف البرسبشن بتاع الصيدلي نفسه للشركه بتاعتك، تقول الشركه بتاعتك هو شايفك ازاي، الصيدلي او الفارماسيز عموما سواء تشين او سنجل فارماسيز شايفك ازاي وايه البرسبشن بتاعه عليك. اخر حاجه بتشوف انت ليك سترونج ريليشن شيب مع الفارماسيز ولا لا. تاني واحد في الماركتنج انترميدياريز هم الديستريبيوتورز، والديستريبيوتورز دول اللي هم في مصر معروفين، الفارما اوفرسيز، ابن سينا، المتحده، اند سو اون. طب احنا بنتست ايه مع الديستريبيوتورز؟ او انت كماركتير لما بتنزل تاخد فيدباك من الديستريبيوتورز او تعمل اناليسيس للديستريبيوتورز، عايز تعمل ايه او عايز تسال على ايه؟ فانت ممكن تشوف الشركه بتاعتك بتتعامل مع كام عدد، كام ديستريبيوتور موجود. ممكن تشوف الريليشن بتاعت شركتك مع الديستريبيوتورز عامله ازاي، انت عندك سترونج ريليشن شيب ولا لا. بتشوف الديستريبيوتورز دوت الريتش بتاعه عامل ازاي وهيقدر يساعدك في السيفنج ولا لا. واخر حاجه بتشوف لو ليك هيستوري مع الديستريبيوتورز دول، انت ليه في سكسسفول بروجرامز قبل كده وكوبريشن بينك وبين الديستريبيوتورز معينين كانت سكسسفول ولا كان وضعها ازاي. كل دي معلومات انت بتجمعها من الديستريبيوتورز. ثالث حاجه هي الماركتنج ايجنسيز، ودول عندنا بتلخصوا في حاجتين، الاي ام اس اللي هي الكويفا طبعا بتدينا سيلز اناليسز او البيع بتاع الموليكول الماركت اللي انت فيه، وكمان الار اكس اناليسز، والادفرتايزنج ايجنسي لو انت ما عندكش ان هاوس ديزاينر بتتعامل مع ماركتنج ايجنسي اللي هي بتعمل لك الكول الديتيل ايدنج، وكمان ممكن تسبونسر الايفنتس بتاعتك. ندخل بقى في اول واحد في الـ اول سي من 3 سيز موديل هو الكومبيتيتور اناليسيس. الحقيقه الكومبيتيتور اناليسيس ممكن الدكتور ايه اتكلمنا فيه ان ديتيلز، بس يعني انا قلت اقول تيبس سريعه عليها. انت بتست ايه في او بتدور على ايه لما تيجي تعمل كومبيتيتور اناليسيس؟ اول حاجه بتعمل بتشوف الاف تي ايز بتاعت الكومبيتيتور، عدد البيتا كريبس بتاعته قد ايه، المسج البرودكتس بتاعتها او الكومبيتيتورز بتاعتك بيقولوها، السورس اوف بزنس بتاعهم هو جاي ازاي، هم فوكس على governmental ولا private، هم focus central ولا focus rural، يعني بيشتغلوا على كايرو أليكس مثلا ولا بيشتغلوا rural، مركزين في الصعيد مش مركزين في الصعيد. بتشوف الماركتنج اكتيفيتيز بتاعتهم عامله ازاي، الكامبينز بتاعتهم عامله ازاي، لو في سبيشال بروجرام سبيشال سبورت بروجرام او عندهم سي ام اي بروجرام. بتشوف ايه وضع الكومبيتيتورز بالظبط، بتشوف السترينث بتاعتهم والويكنس بتاعتهم، بتشوف البرسبشن بتاع التارجت سيجمنت بتاعك توردس الكومبيتيتور، هم شايفين الكومبيتيتورز بتوعك دول ازاي وايه وجهة نظرهم عنه. واخر حاجه بتعمل سيلز اناليسيز وار اكس اناليسيز للكومبيتيتور. ده اول سي من الاس 3 سي موديل. تاني سي هي الكاستمر اناليسيز، انت بتحاول تاخد منها كاستمر انسايتس سواء بفوكس جروب، بفيلد فيزيتس للدكاتره، او حتى بادفايزري ريبورت ان انت بتنفايت دكاتره للمكتب عندك، بتبقى مع بلاند لاسئله معينه بتسالهم عليها عشان توصل في الاخر لانسايتس بتاعت الدكاتره عن الموليكول او عن البرودكت بتاعك، هم شايفينه ازاي وشايفين السترينث بوينتس بتاعته ازاي وايه المسج اللي ممكن تتكلم بيها وتست المسج بتاعتك معاهم. تاني حاجه ان انت بتبيلد سبيشاليتي بروفايل او كاستمر بيرسونا، ودي اي ثينك ان الدكتور محمد رجب استاذنا هيكلمنا فيها ان ديتيلز في التاكتكس الباير بيرسونا، فاحنا ممكن نسكيب الباير بيرسونا دلوقتي ما نتكلمش فيها ديتيلز. بتشوف كمان بتفهم الفاكتورز اللي بتأفكت الديسيجنز بتاعت التارجت سيجمنت بتاعتك والدرايفرز والباريرز بتاعتهم. بتشوف السيلز سيتويشن من اول ما البيشنت بيدخل على الدكتور، شكواه ازاي، الدكتور بيعمل انفستيجيشن ازاي، في فيرست لاين، في سكند لاين، في جاد لاين الدكتور بيمشي عليه. بتحاول تاخد اكتر انسايتس من الدكاتره عشان تبقى تفهم الماركت بتاعك والكاستمر بتاعك على قد ما تقدر.
واخيرا طبعا لازم تكون فاهم الكاستمر نيد بتاع الدكتور، يعني هو هل الدكتور بيحتاج حاجه فاست اونست اوف اكشن، محتاج وايد رينج يعني كل الفورماتس بتاعتك تكون موجوده، محتاج يكون عندك الانجكتبل فورم، السوليد فورم، السبوزيتوري، اوقات بتشوف النيد بتاع الدكتور ايه عشان تماتش المسج بتاعتك واليونيكس الانبوتس بتاعتك مع النيد بتاعت الكاستمر بتاعك. اخر سي في 3 سي موديل هي الكمباني بتاعتنا نفسها، بنشوف جوه الكمباني بتاعتنا في ديبارتمنتس موجوده ولا لا، زي مثلا ميديكال ديبارتمنتس، مش كل الشركات فيها ميديكال ديبارتمنتس، في شركات بيبقى عندها الدايركت سيلز تيم بتاعها وفي شركات لا، بتست الديبارتمنتس بتاعتك وتشوف ايه اللي ممكن يخدمك في الماركتنج بلان بتاعتك، بتشوف الكومباني هيستوري والاكسبيرينس بتاع الكومباني في السبيسيفيك ثيرابيوتيك اريا اللي انت نازلها، هي ليها اكسبيرينس ولا لا. يعني فور اكزامبل لو انت عندك مثلا انتي بايوتيك ونازل على شركه، نازل بتعمل ماركتنج بلان الانتي بايوتيك في شركه هي عندها قبل كده كذا انتي بايوتيك في الماركت، فده بيسهل لك مهمتك لان الشركه عندها اكسبيرينس عاليه مع الدكاتره اللي هي التارجت سيجمنت بتاعتك. هاويفر لو انت ما عندكش اكسبيرينس دوت فبتبتدي ستيب من اول خالص، فده بيصعب عليك المهمه. بتشوف الكمباني بورتفوليو بتاعك هل في سينرجيزم بين البرودكت بتاعك والبرودكتس الثانيه اللي في الشركه عندك ولا لا. اخر حاجه بتشوف لو انت عندك كواليتي سيرتيفيكتس، طبعا بتنشور الكواليتي، ودول كانوا 3 سي موديل والانترميدياريز، ودول كانوا برضو هم المايكرو انفايرمنت. فاحنا زي ما قلنا ان الماركتنج انفايرمنت مايكرو بس وماكرو، ممكن أسأل سؤال هو عن اكوردنج للفيدباك اللي جالنا، الاسئله هتبقى للانستراكتور، انا ما عنديش مشكله اجاوب بس انا بلتزم بالانستراكشنز اللي وصلت لنا، اوكي الاسئله تمام عند الانستراكتور. تمام اوكي شكرا. تمام يا فندم. زي ما قلنا ان الماركتنج انفايرمنت مايكرو وماكرو، فالمايكرو لخصناهم في 3 سي موديل بلس الانترميدياريز. تشوف الماكرو بقى عباره عن ايه، هنلخصها في موديل برضو اسمه بيستل اناليسيس. البيستل ده اختصار ل الست حاجات اللي موجودين تحت، البي بوليتيكال، الاي ايكونوميكال، السي الاس سوشيال، التي تكنولوجيكال، والاي انفايرمنتال، والليجال. نيجي مثلا على اول واحد اللي هو البوليتيكال. البوليتيكال في الجزء بتاع دكتور هشام، لما اتفرجت على الفيديوهات بصراحه الدكتور هشام ضرب لنا مثالين اروع من بعض. اول مثال مثلا كان حمله فيروس سي، ده بوليتيكال ديزيشن اثر على شركات وخلى شركات تسجل ادويه باسرع ما يمكن وبقى ليها راو في الماركت. تاني مثلا اكزامبل قانون التامين الصحي اللي طلع، ده طبعا هيأثر على شركات واللو كوست ممكن يشتغل فيها، والناس اللي عندها برودكتس الريلاتيفلي هاي كوست ممكن تتأثر تأثير جامد. فالبوليتيكال هو قرار سياسي بيجي بيأثر عليك بشكل مباشر أو غير مباشر، ممكن تحضره وممكن تستفيد منه، ممكن يأفكت عليك نيجاتيف. الايكونوميكال انت بتتكلم مثلا على الانفليشن ريت، الامبلومنت ريت، الانترست ريت، بتبحث الحاجات الفاكتورز ديت وبتشوفها بتاثر على البرودكتس بتاعتك ولا لا. سوشيال بتشوف السوشيال لايف ستايل بتاع الناس او السوشيال كالتشر بتاع السوسايتي اللي انت نازل فيها او المجتمع اللي انت نازل فيه هتقدر تكوب معاه او في حاجه نيجاتيف ممكن تاثر عليك. تكنولوجيكالي مثلا انت الشركه عندك بقى عندها تكنولوجي او هي اكواير تكنولوجي ان هي بتصنع فورم ما كانتش موجوده قبل كده، زي مثلا ما شفنا البي بي ايز مثلا كانت في الاول كبسول بقت دلوقتي ساشت، دي تكنولوجي ممكن تلاقي تكنولوجي تستفيد منها في ديستريبيوتورز، دلوقتي الديستريبيوتورز بيتوزع اونلاين. اشهر مثال للتكنولوجيكال فاكتورز عندنا في الشركه كل الناس شغاله بالسي ار ام، السي ار ام دوت تكنولوجيكال. الانفايرومنتال وتشوف الوضع بتاع الانفايرومنتال، واخيرا الليجال دوت اللي هو مثلا اف دي اي بابليكيشن طلعت من الاف دي اي، واشهرها طبعا اللي حصل مع الرانت دين. احنا شفنا الاف دي اي لما قالت الرانت دين بقى في منه ريزيدوال كارسينوجينيك، ده ليجال ايشو حصل وذدرول الرانت دين وكل البي بي اي تريزاب، ده ليجال ايشو. لما مثلا في كورونا
لو انت بتمبورت بضاعتك او بتستورد بضاعتك، تلاقي ان ديورنج كورونا ان الدول طلعت قرارات ان ممنوع التصدير والاولويه للسوق المحلي. طب الاولويه للسوق المحلي، انت معتمد على الاستيراد، اتاثرت. اخر حاجه في الليجل مثلا الخناقه دلوقتي اللي دايره بين هيئه الغذاء والهيئه المصريه للغذاء والدواء والجماعه بتوع المكملات. ده ليجل ايشو، هياثر على الناس بالبوزيتيف وهياثر على الناس بالنيجاتيف. فالقصد ان انت بتعمل سكاننج لكل الانفايرمنت اللي هي حواليك سواء مايكرو او ماكرو، وبتطلع منها بانسايتس. كده خلصنا المايكرو الماركتنج انفايرمنت، وهندخل على تاني اناليسيز احنا بنعملها اللي هي البي ال سي او البرودكت لايف سايكل، واللي هي باي ديفينيشن الستيجز اللي البرودكت بيجو ثرو فروم الديفلوبمنت لغايه ما يحصل له ويدرول من الماركت، وهي ريليشن بين السيلز والتايم. زي ما احنا شايفين السيلز على الفيرتيكال اكسس والتايم على الهوريزونتال اكسس، وبيريزلت عندنا اربعه فيزز او خمسه الديفلوبمنت انا سكيب ليها، فاحنا يعني اختصرتهم في اربعه فيزز: الانترودكشن والجروس والماتيوريتي والديكلاين. نشوف فيز فيز كده هتمشي معانا ازاي. في الانترودكشن فيز، المين اوبجيكتيف بتاعك في الانترودكشن فيز، لو البرودكت بتاعك لسه في الانترودكشن فيز، ان انت تماكسمايز الببلستي وانديوس ترايل، يعني بتزود الاويرنس. الكوست هنا بتعلى لانك بتزود، بتبتدي تعمل اكستنسيف بروموشنال كامبينز، وهو كاركترستيك بهاي كوست ولو سيلز. والكاستمر بتوعك اللي بيكتبوا لك اكوردنج للادوبشن ثيوري هم الانوفيتورز والايرلي ادابترز. الجروس فيز، لو انت في الجروس فيز هتلاقي المين اوبجيكتيف بتاعك ان انت تزود الماركت شير على قد ما تقدر. الماركت بيكبر وانت بتكبر معاه، فانت عايز تكابتشر اكتر ماركت شير. الكاستمر اويرنس هنا اوريدي بتكون زادت، والسيلز بتزيد معاك، بيحصل عندها رايز وبتبتدي تجرو، والريفينيو كمان بيزيد، والبروفيت ممكن تبتدي تجنريت بروفيت في المرحله ديت، والكاستمر بتاعك هم الايرلي ماجوريتي اكوردنج للادوبشن ثيوري. الفيز رقم ثلاثه هي الماتيوريتي. طب الماتيوريتي مين اوبجيكتيف بتاعنا ايه لو البرودكت بتاعك في ماتيور فيز؟ الماركت شير بروتكشن، ان انت تايب تحافظ على الماركت شير بتاعك، وممكن تعمل بي ال سي اكستنشن. انا عايز اقول ان الماركتير وان اوف مين رولز بتوعه ان انت ممكن تكستند او تكستند البرودكت لايف سايكل بتاعتك. هتقول لي ازاي؟ اقول لك خد عندك اكزامبل، الاسبرين كان في الماتيوريتي فيز، طلع له انديكيشن ان هو بيساعد في البلاد كلوتنج والحاجات ديت، وابتدى ينزل اسبرين، وابتدى الكيرف بتاعه بدل ما ياخد سكه الديكلاين ابتدى يعلى تاني. هتلاقي مثلا الاسبرين كمان ابتدى يتعمل له لاين اكستنشن، فبينزل اسبرين بلس بلس فيتامين سي فور اكزامبل. كده الماركتير بدل ما ياخد البرودكت بياخده وينزل بيه على الديكلاين فيز، هو لا، هو عمل اب كيرف وطلع كان عمل اكستنشن للبرودكت لايف سايكل، وخلاه اطول فتره ممكنه قبل ما ينزل في الديكلاين فيز. طب الماتيوريتي دي الماتيوريتي فيز دي الموست كاركترستيك بتاعها ايه؟ ان انت بتوصل السيلز بتاعتك بتوصل للبيك، الكوست لسبورتنج للبرودكت بتحصل لها ديكلاين، السيلز جروس بيبقى فلات او لو، البرودكت ماركت شير طبعا بيبقى هاي لان انت في البيك بتاع السيلز، والكاستمرز اللي بيدخلوا معاك في المرحله ديت هي اللي ماجوريتي اكوردنج للبرودكت للادابتيف ادابشن ثيوري. اخر فيز في البرودكت اللي هو بنقول ان البرودكت خلاص بيموت هو الديكلاين فيز. المين اوبجيكتيف بتاعك هنا ان انت بتعمل بروفيت ماكسمايزيشن، ان انت تكابتشر اكتر بروفيت انت ممكن تقدر عليه قبل ما البرودكت يحصل له ويدرول من الماركت. طبعا السيلز بتديكلاين لان الماركت كله بيديكلاين، والكوست بتبتدي تعلى عشان انت عايز تحافظ او تعمل كاستمر ريتنشن على قد ما تقدر، والديسيشن ان انت تدايفست يعني تغرق البرودكت بتبقى ماتر اوف تايم، والكاستمرز اللي بتدخل معاك في المرحله ديت هي اللاجرز. كده البي ال سي خلص، وندخل في الثالث اناليسز احنا بنعملها هي البي سي جي ماتريكس او الجروس شير ماتريكس. دي اناليتيكال تول بنقيم بيها بورتفوليو عشان نعمل انفستمنت ديزيشن ميكنج، يعني هي للانفستمنت ديزيشن
ميكنج. طيب هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ماتريكس اكس واي، الاكس اكسس بتاعها اللي بيبقى التوتال ماركت جروث ريت او الماركت اجريسيفنس، والواي اكسس بتاعها بيبقى الريلاتيف ماركت شير بتاع البرودكت كومبيرت بالماركت ليدر. طبعا عشان هي ماتريكس فبيريزلت معانا اربع كوادرانتس. الاربع كوادرانتس دول اللي هم الفور تايبس اوف برودكتس، هتلاقيهم ستار، كاش كاو، دوج او كويتشن مارك. هناخدهم واحده واحده كده ونمشي. اول واحد الستار برودكت. ستار برودكت يعني هاي ماركت جروث ريت وهاي ماركت شير، يعني هاي هاي. الديسيجن هنا بيكون ايه؟ انت بتنفست في البرودكت دوت ليه؟ لان البرودكت الماركت بتاعه بيجروس وانت واخد هاي ماركت شير ريلاتيف للماركت ليدر، او ممكن تكون انت الماركت ليدر، فانت بتنفست في البرودكت دوت عشان تكيب الجروث ريت دوت وتكابتشر اكتر ماركت شير. والبرودكت بيبقى في الجروث فيس طبعا اكوردنج للبي ال سي. طب تاني واحد اللي هو بنقول عليه هاي ريلاتيف ماركت شير لو ماركت جروس. هنا الماركت مش بيكبر بس انت واخد اكبر ماركت شير او تاني اكبر ماركت شير في البرودكت دوت، فاحنا بنسميه كاش كاو. كاش كاو الديسيجن بتاعه ايه؟ هارفست، يعني احصد او ملك، يعني حاول تجيب اكتر جين انت ممكن تقدر عليه. والبرودكت بيكون غالبا في الماتيوريتي فيز اكوردنج للبي ال سي. طب مين تالت واحد؟ كوتشن مارك. كوتشن مارك كاركترايز بايه؟ بيبقى البرودكت لسه داخل الماركت جديد فعنده لو ريلاتيف ماركت شير، والماركت نفسه بيبقى عنده هاي ماركت جروث ريت. فالديسيجن هنا بتعمل ايه؟ انت بتبيلد البرودكت، يعني بتبتدي تبيلد البرودكت، والبرودكت غالبا بيبقى في الانترودكشن فيز. رابع واحد الدوج. الدوج لولو لو ريلاتيف ماركت شير، لو ماركت جروث ريت، والديسيجن بتاعه بيبقى دايفست او هولد، بتسيبه زي ما هو وتحاول تماكسمايز البروفيت، او بانك تاخد ديسيجن ان انت تسحب البرودكت من الماركت نفسه. وغالبا البرودكت هنا بيبقى في الديكلاين فيز اكوردنج للبي ال سي اللي احنا لسه شارحينه قبل كده. كده يبقى خلصنا ثلاثه تايبس من الاناليسيس، الانفيرومنتال سكاننج والبي ال سي والبي سي جي. هندخل على اشهر واحد كلنا اكيد سمعنا عنه، هو السوات اناليسيس. السوات اناليسيس دي تول احنا بنعملها عشان ناسس كومباني استراتيجيك سيتويشن. هي بتملى علينا ديديكيت الاستراتيجي شيبنج، شكل الاستراتيجي هيبقى عامل ازاي. والسوات اناليسيس مينلي بتسكان انترنال واكسترنال انفايرمنت. الانترنال انفايرمنت بتريبريزنت السترينث والويكنس. السترينث والويكنس دي حاجات ريليتد ليا انا او لشركتي او للبرودكت بتاعي، والاكسترنال انفايرمنت دي حاجات بتبقى اوتسايد الشركه عندي، اللي هي اوبورتيونيتيز ماركت والستريتس اللي في الماركت. طب احنا لما نيجي نعمل انترنال اناليسيز اللي هي السترينث والويكنس اكوردنج للسوات، احنا بنسكان ايه او بنبص على ايه؟ اول حاجه بتبص على البيبل، الفيلد فورس بتاعك، هل هو ويل تريند فتبقى سترينث، هل هو لسه مش الكواليتي اللي انت راضي عنها فهتبقى ويكنس. لا بنبص على ايه تاني؟ بنبص على الكومباني بورتفوليو. الكومباني بورتفوليو هيساعدني ان انا كابيتالايز عليه ولا لا. طب البرودكت نفسه الفورمز، كل الفورمز موجوده ولا لا؟ لو كل الفورمز موجوده هتبقى سترينث، لو مش كل الفورمز موجوده عندي مثلا الاورال وما عنديش الانجكتابل هتبقى ويكنس. بنشوف الموديف اكشن، هذا الموديف اكشن بالنسبه لي سترينث ولا ويكنس. بنشوف الباكج، بتست البرودكتس من كل ناحيه. الكاستمر اكسبيرينس او التارجت سيجمنت اكسبيرينس، هل انت كشركه او انت كبرودكت مانجر ليك اكسبيرينس مع التارجت سيجمنت ديت ولا لا؟ فلو الاجابه اه فانت بتبقى طبعا بتحطها تحت السترينث، لو الاجابه لا بتبقى ويكنس. وبتشوف الريسورسز بتاع الشركه هتقدر تخدمك، فلو انت عندك هاي بادجت مثلا فبتبقى سترينث، ولو عندك لو بادجت بتبقى ويكنس. كمان بنتست الاكسترنال انفايرمنت اللي هي الاوبورتيونيتيز اللي في الماركت والستريتس اللي في الماركت. طب بنتست ايه في الاوبورتيونيتيز والستريت؟ او بنحاول نعمل اناليسيز لايه؟ الماركت جروس ريت. اكيد لو البرودكت الماركت نفسه عنده هاي جروس ريت فانت هتحطه في الاوبورتيونيتيز، لو لو او ستاجننت فهتحطه في الستريت. في ايمرجنج كاستمر نيد، حصل كاستمر نيد ايمرجنج جديده
فهتحطها في الاوبورتيونيتيز، زي مثلا يعني نطلع بره الفارماسيوتيكال شويه. لو انت في السعوديه من سنتين حصل قرار، او من 3 سنين، ان الفيميلز هتنزل الماركت. فلو انت في الكار اندستري، او في المجال بتاع صناعه السيارات، وما عملتش تارجتنج للفيميلز اللي هم ينزلوا يشتغلوا، فبالتالي هيشتروا عربيات، فانت كده ضاعت عليك اوبورتيونيتي، انت ما عملتلهاش اناليسيس كويس، فحصل لها ميسنج. نفس المثال نفسه لو بصينا على شركات الكوزموسيوتيكال، فور شور مبيعات الكوزموسيوتيكال زادت نتيجه ان الناس الفيميلز ابتدت تنزل الشغل. فلو انت مش متارجت الفيميلز، او ما كنتش واخد بالك من الاوبورتيونيتيز ديت، هتروح عليك. الكومبيتيتور اكتيفيتي، ممكن تشوف الكومبيتيتور اكتيفيتي دي ثريت. لو انت قدامك كومبيتيتور تقيل، عنده ماركتنج اكتيفيتيز عاليه وبكواليتي عاليه، دي ثريت بالنسبه لك، حاجه بتهددك. في نيو شانل اوف ديستريبيوشن طلعت، دي اكيد هتبقى اوبورتيونيتيز. لو عندك لارج نمبر اوف هوسبيتالز، وانت البرودكت بتاعك مينلي بيتباع هوسبيتالز، فدي اوبورتيونيتي عندك. لو عندك نيو بلاير نازل، كومبيتيتور نازل، فدي اكيد هتحطها تحت ستريت. لو عندك اف دي اي ريجوليشن نزلت للمولكيول بتاعك، سواء بالبوزيتيف هتبقى اوبورتيونيتي، سواء بالنيجاتيف هتبقى ستريت. لو الانفليشن ريت والبرشيس باور بتاعك، البرشيس باور بقلت مثلا، او الانفليشن ريت زاد، فلو انت البرودكت بتاعك ريلاتيفلي هاي كوست، ده هياثر عليك وهيبقى ستريت. فاحنا بنعمل اناليسيز بيزد على سترينث وويكنس واوبورتيونيتيز وثريتس، وبنرتبهم في صوره الجدول دوت 1 2 3 بيزد على الموست بوتنشال سترينث رقم 1، يجي اللي بعديه رقم 2، رقم 3 بترسبه على اقوى سترينثز من 1 مثلا ل 5، لو انت طلع عندك 5 بوينتس. الويكنس برضو اكتر ويكنس عندك بترتبها، لان الترتيب مهم جدا، هيبان معانا في التوز. بترتب ب 1 2 3 4 5 من الاقوى للاقل قوه، والاوبورتيونيتيز نفس الوضع، والستريتس نفس الوضع، عشان هندخل على التوز اناليسيز اللي هي عكس. لو قلبت كلمه سوات هتطلع توز. ايه التوز دوت؟ انت بتكتب السترينثز والويكنس اللي انت طلعتهم من هنا ومترتبين زي ما انت رتبتهم، وبتكتب الاوبورتيونيتيز والثريتس، وهنا بيبان بقى السنس بتاع الماركتير. الماركتير بيبص، انا عندي سترينث، طب لو السترينث دوت انا اقدر اكابيتالايز بيه على اوبورتيونيتي موجوده في الماركت، يبقى انا هشتغل اس او استراتيجي، اللي هي في بعض الكتب بيسموها ماكسي ماكسي، يعني هيوز سترينث عندي عشان اكابتشر اوبورتيونيتي في الماركت. طب لو انا مثلا شايف ان انا عندي سترينث وهافويد بيها ثريت، يبقى انا هشتغل ب اس تي استراتيجي، اللي هي ماكسي ميني استراتيجي، يعني انت بتيوز سترينث عندك عشان تافويد او تمينيمايز ثريت عندك. فور اكزامبل، انت نازل لك مثلا ثريت نازل لك كومبيتيتور جديد، وواحدة من السترينث اللي انت عاملها ان انت عندك جود ريليشن شيب مع التارجت سيجمنت، فانت هتكابيتالايز على الريليشن ديت عشان تمينيمايز الايفكت بتاع الكومبيتيتور اللي نازل لك، يبقى اس تي استراتيجي. بي اوير بقى ان اول 2 استراتيجي فوق، اللي هي الاس او والاس تي، دول احنا بنسميهم اوفنسيف استراتيجي، يعني انت بتهاجم، والاثنين اللي تحت اللي هم الدبليو او والدبليو تي دي ديفنسيف استراتيجي. طيب انا كمرت كتير بصيت ولقيت ان انا عندي ويكنس، والويكنس دي لو انا حسنتها ماتش مع اوبورتيونيتيز موجوده في الماركت، فهنا كده هضطر يعني امشي في سكه الدبليو او استراتيجي، اللي هي في بعض الكتب برضو بيسموها الميني ماكس استراتيجي. يعني بعمل ايه؟ يعني انا بمينيمايز الويكنس اللي عندي، بحسن الويكنس اللي عندي عشان اتيك ادفانتج من الاوبورتيونيتي اللي موجوده في السوق. او لاست استراتيجي ممكن تو جو ثرو، اللي هي الدبليو تي، او هتمينيمايز ويكنس عندك عشان تافويد ثريت عندك، بتسميها ميني ميني استراتيجي. ومثلا لو عايزين ندي لها اكزامبل، هنقول ان الويكنس واحده من الويكنس اللي عندنا، اللي احنا عندنا لو بادجت مثلا، والثريت اللي عندنا ان في كومبيتيتور بيصرف كويس، فانا كده هحسن، يعني هزود البادجت بتاعي عشان امينيمايز الثريت اللي جاي لي من الكومبيتيتور اللي موجود في الماركت. فدي استراتيجي ممكن نمشي معاها. هنا سنس الماركتير بيبان، انت هتشتغل ازاي. دي يعني بصراحه يعني عشان اكون امين معاكم، دي بترجع للاكسبيرينس،
الاكسبيرينس بتاعت الماركتير بتدافع في جزء زي ده. عشان اسامرايز السيتويشن اناليسز اللي احنا اللي كان معانا واسيب الفرصه لزميلتي بعديه، الاناليسز كل ما تبقى ديب في الاناليسز وتجو ديب في الاناليسز، كل ما يبقى عندك مور افيشنت انسايتس، كل ما تبقى ريليفنت وسبيسيفيك، كل ما هيدي لك اناليسز قويه تساعدك انك تبني ماركتنج بلان قويه. ما تحاولش تعمل اناليسز يعني تيل باراليسز، انالايز كل حاجه ومور مور 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 ديتيلز. حاول تبقى ريليفنت وتشوف ايه السبيسيفيك فاكتورز اللي موجوده عندك اللي انت ممكن تافويد او تستخدمها. والانت برودكت بتاع كل سيتويشن اناليسز اللي احنا بنعمله دوت هم حاجتين، الكريتيكال سكسس فاكتور والكي ماركتنج فاكتور. يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل الاناليسز دي كلها عشان نوصل للحاجتين دول. ايه الكريتيكال سكسس فاكتور؟ هستعين هنا بمثال ضرب الدكتور هيثم مرعي واستاذنا. الكريتيكال سكسس فاكتور دوت حاجه موجوده عندي وموجوده عند غيري، بس هي مهمه جدا عشان انجح في الفيلد دوت، بس لازم تكون موجوده عندي وموجوده عند غيري. يعني فور اكزامبل احنا هنشتغل على انتيبيوتيك، الانتيبيوتيك واحده من الكريتيكال سكسس فاكتورز بتاعتها ان انت يبقى عندك لارج نمبر اوف ميديكال ريبس، ده كريتيكال سكسس فاكتور. المثال بتاع الدكتور هيثم، مصر هتلاعب غانا، مصر هتلعب على ارضها. واحده من الكريتيكال سكسس فاكتورز للنجاح ان انت هتلعب على ارضك، ده كريتيكال سكسس فاكتور هيكون عندك لما تلعب على ارضك، وهيكون عند غانا لما تلعب على ارضها، فهي عندك وعند غيرك. انما الكي ماركتنج فاكتور دي عندك انت، ده المفتاح اللي هتفتح بيه السوق. وبرضو ارجع لمثال الدكتور هيثم، الدكتور هيثم قال مصر هتلاعب غانا على ارضها، بس مصر عندها محمد صلاح، فمحمد صلاح هنا ريبريزنت الكي ماركتنج فاكتور، ده عندي ومش عندي غيري، فهو ده الكي ماركتنج فاكتور او المفتاح. فالانت برودكت بتاع الاناليسز اللي احنا بنعملها كلها هما التو بوينتس دول، الكريتيكال سكسس فاكتور بتحطهم تحت بعض، والكي ماركتنج فاكتور بتحطهم تحت بعض، فبتديك كلير فيجن للاناليسز اللي انت عملتها، هتبتدي تبني في النكست ستيبس على الاثنين بارامترز اللي انت حددتهم في الاخر. اي هوب ان انا ما اطولتش عليكم، انا بشكر كل الناس اللي موجوده، وبشكر بسورج طبعا على اسامه الدكتور عبد الرحمن، وهسيب الفرصه بقى لزميلتي بعديه ان شاء الله نستمتع معاها بالبارت اللي باقي. متشكر جدا لكم جدا يا جماعه. دكتور باسم انا معاكم مع عبد الرحمن يا جماعه زي اعذروني انا عشان انا بس بره، فمش عارف افتح الكام، فانا بس حاولت ان انا اعمل بس مداخله سريعه. انا بشكرك يا دكتور باسم على الكونتنت والبرزنتيشن، وشكر خاص بقى لانه حضرتك حضرت معانا كذا بروجرام، وفاكر ده رقم ثلاثه يا نهار ابيض، دول اساتذتنا يا دكتور. فاكر امثله الانستراكتورز، مش فاكر حتى الكونتنت اللي قالوه، لا فاكر امثله الانستراكتورز. فدي لا بصراحه يعني اشكرك عليها، وحرصك على التعلم والديفلوبمنت بصراحه شيء جيد جدا، وشرفنا ان انت اشتركت معنا اكتر من مره، واعتقد الشباب استفادوا كتير من البرزنتيشن. يعني الشرف لينا يا دكتور عبد الرحمن. شكرا يا دكتور باسم. العفو يا فندم. دكتوره ايه برضو من الزملاء اللي اشتركوا معنا اكتر من مره، وان شاء الله تستفيدوا بالركاب اللي هتعمله ان شاء الله. اتفضلي يا دكتوره ايه. هي الناس سامعيني اولا ولا الصوت مش احسن حاجه؟ تمام يا دكتور سامعيني. اوكي، هو انا طبعا يعني مش هزود على الدكتور، بس انا بس حابه اعرفكم على نفسي. انا لسه على فكره ما دخلتش مجال الماركتنج، يعني خلاص جوه يعني لسه في الاون تراك، لسه بخش اسسمنتس وكده. لكن بصراحه انا قعدت سنتين ونص مفروض بدرس ماركتنج في كذا مكان، منهم اماكن كتيره بره. بندرس طبعا ماركتنج بشكل عام، يعني اعتقد ريبسولوجي من اكتر الاماكن اللي بتدرس الماركتنج الفارماسيوتيكال كحاجه سبيسيفيك، ودي حاجه مش متوفره بجد في حاجات كتيره بره. فدي من اكتر الحاجات اللي خلتني ملتزمه باي بروجرام ماركتنج هما بينزلوه.
منهم بيهتموا قوي بالحته البراكتيكال بجانب الثيوريتيكال، وخاصه ان انا كنت واخده حاجات كتيره ثيوريتيكال، فالناس مش سايبين حاجات ثيوريتيكال ولا حاجه، بس هم حاولوا بقدر الامكان يحولوها لحاجه ابليكابل. ودي بالنسبه لي كانت يعني هي دي اللي ناقصاني علشان اقدر بعد كده اخد الخطوه ان انا اقدر ادخل الحاجه اللي انا فيها باشن ليا وبحبها. انا مبدئيا انا طبعا ايه مختار، انا في شركه حكمه لمدة 2.5 سنين، وقبلها كان سنة ونص في شركة قبلها. حاليا يعني بتعامل ان انا ان شاء الله كده بحط نفسي اون تراك ان انا ادخل في مجال الماركتينج بس. فان شاء الله يعني المفروض كنت حاطه البرزنتيشن ان انا يعني فاكره ان انا كنت هدي كل برزنتيشن، فدكتور بس مشال عني كتير بصراحه. فندخل على داتا اناليسيس، الناس بس سامعيني ولا ياكدوا عليا بس ان هم سامعين؟ تمام يا دكتور. اوكي انا عامله الحاجه سو سامبل. اوكي هعمل ليت مي شير سكرين. انا ممكن اقدر اشير سكرين صح؟ ايوه يا دكتور، ايوه اتفضلي. ظهرت عندكم ولا لسه؟ لا لسه يا دكتور. طب ثاني ظهرت؟ بتحملها. تمام يا دكتور. تمام. انا بس طبعا لان انا بقول لكم ان انا بقالي فتره على التراك بتاع الديفلوبمنت، فحاجه من الحاجات اللي كنت واخداها برضو بجانب طبعا الماركتنج، لازم دراسه الماركتنج دي تكون حاجه اساسيه عندنا، ده رقم واحد. رقم اتنين التولز اللي اقدر استخدمها برضو في الديتا اناليسز. انا يعني من الناس اللي فرق معايا قوي في حته الديتا اناليسز دراسه الاكسل بشكل متعمق شويه. يعني في حاجات معينه في الداتا اناليسز نقدر نبروسيد فيها اكتر، حاجه زي مثلا ان احنا نقدر نعرف الكلاسيك تولز بتاعه الاكسل بشكل متعمق اكتر، نقدر نعرف حاجه اسمها باور كويري، باور بيفت، البيفت تيبلز طبعا دي اساسي معانا. واخيرا في يعني تول جميله قوي 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 هو برنامج اسمه باور بي اي، هيساعدك قوي قوي في الفيجواليزيشن بتاعت الداتا بتاعتك، وان انت تقدر تعمل اناليسيس بشكل متعمق اكتر، وهو حاجه سبيشاليزد للناس اللي مهتمين بالداتا اناليسيس. اوكي خليني بس كده اتكلم بشكل سامبل تماما على الداتا اناليسيس. سوري، اول حاجه بس كانت في الديتا اناليسز، ثواني عشان بس اكون معاكم. مبدئيا طبعا الداتا اناليسز احنا هندرس كذا حاجه، يعني هندرس حاجتين مبدئيا كده لازم نكون عارفين ان احنا هنفوكس على حاجتين. عندنا الانترنال داتا بتاعتنا اللي هي ان هاوس داتا، البيع اللي بيجي لنا كلنا في الشركات بتاعتنا، انت حققت ايه من التارجت، ما حققتش ايه من التارجت، عامل ترند ازاي، كل فورم بايع فيه قد ايه، كل حاجه بايع فيها قد ايه. فده حاجه من الحاجات اللي احنا ندرسها اللي هي الداتا الانترنال. تمام. وفي الداتا الاكسترنال اللي هي اللي بتجي لنا من الاي كيو في ان، اللي بتجي لنا من الاي ام اس. فدي حاجه، المهم الناس سامعني ولا لا، لان انا عارفه ان النت عندي مش احسن حاجه. فده الانترنال داتا. الانترنال داتا هكون فوكس على ايه او هعمل فيجواليزيشن لايه. هو فيجواليزيشن معناها ايه؟ ان انا خدت الداتا بتاعتي عملت لها بروسيشن، عملت لها بروسيس وبدات اعمل لها فيجواليزيشن قدام المانجر بتاعي، قدام بقى اللاين مانجر السيلز اللي انا هعرض عليه الماركتنج بلان بتاعتي، ايا مكان. انا بتكلم ان المفروض ان حاجه من الحاجات اللي عاملها فيجواليزيشن هي الانترنال داتا بتاعتي، فلازم اكون عارف ان انا هعمل فيجواليزيشن للسيلز بتاعتي فيرسز التارجت اللي انا محطوط لي، او اللي انا اصلا اوريدي بعد كده هنعرف ان احنا نعمل فوركاستنج للتارجت. تاني حاجه السيلز ترند، والله انا الترند بتاعي خلال الشهور قد ايه، الكومباريزون ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت عامل ازاي كترند. السيلز بالفور، كل فورم عندي انا مثلا شغال على دواء في منه السسبنشن وفي منه الكبسول. اوكي فبالتالي انا لازم اكون عندي سيلز بير فورم، يعني كل فورم فيهم بايعه ايه. ما ينفعش يبقى واخده توتال فاليو وخلاص. طب ممكن تكون فورم هي انا جايبه 100% توتال، بس في فورم واقعه وفي فورم شايله الفورم ديت. فلازم اكون انا كاناليست وكحد كور الشغل بتاعه انه يكون بزنس اناليست قبل اي حاجه، عشان يقدر يطلع انسايتس بعد كده يحط عليها استراتيجي وتاكتكس وحاجات كبيره بعد كده. مفروض طبعا ان انا اكون فاهم يعني ازاي اقدر اعمل اناليسيس الداتا بتاعتي، منها السيلز بالفورم، واخيرا السيلز بالريجن. انا ممكن برضو اكون بايع توتل واكون مش او مش بايع توتل، اكون محقق توتل بس يكون عندي اريات محققه وعاليه جدا هي اللي شايله لي، واريات تانية واقعه.
فده ممكن بعد كده انكلود ات في الاستراتيجي بتاعت السنه الجديده، انكلود ات في الاستراتيجي قبل ما في السنه بتاعتي قبل ما تقفل، ان انا اقدر اشتغل بنتريشن اكتر في الاريات ديت، اقدر اشوف اكشنز اكتر في الاريات ديت، امسك في استراتيجي تقدر تخليني يعني اقدر يعني اوصل لسيلز اكتر وحاجات اكتر. اوكي، الاكسترنال داتا هي الاي كيو في، هي بتجيلنا حاجتين، يا اما السيلز ودي بتبقى اكيوريت 100% اللي هي بتيجي من ابن سينا والمتحده والحاجات كلها دي، المفروض بتكون جايه اكيوريت 100%، هي بيجيبوا الداتا بتاعت الفارماسيز والتندرز والحاجات التانية يعني الانستتيوشنز وكده والحاجات الجيوغرافيكال والحاجات دي كلها بيجيبوها لحضراتنا واحنا بنقدر نانلايز ات وكده. وفي طبعا الار اكس بيجيب لك روجيتات، بيجيب لك عدد الروجيتات. بس في حاجه هنا، السيلز زي ما احنا قلنا ان هي اكيوريت، هي بتيجي ما فيهاش فيها كلام، يعني الرقم اللي جاي ده اوريدي ده الرقم الحقيقي بتاع البيع بتاع فورم معينه بتاع حاجه معينه. لكن الار اكس از انديكاتيف، لانه هو كل اللي بيعمله ان هو بيجيب سامبل من الدكاتره، اوكي، بيديهم كده حاجه زي يعني حاجه زي الكتاب كده، او حاجه زي حاجه كده زي الكتاب بيكون فيها ورق شبه ورق الكربون يعني، تمام. الدكتور بيكتب فيه الار اكس بتاعته بيكون فيها حاجه شبه ورق الكربون، وبعد كده الاي كيو في بتاخد حاجه، بتاخد الكتاب ده او بتاخد المذكره دي، تقدر بعد كده بيها تاخد يعني تقدر تعمل حاجه انديكاتيف كده لعدد الار اكس اللي بيكتب في كل انديكيشن، عدد الار اكس اللي بيكتب لكل مولكيول وهكذا، وهنعرف ده دلوقتي. بالنسبه للسيلز زي ما احنا قلنا طبعا عندنا اول حاجه السيلز اللي بتجيلنا كلنا بتاعت الفارماسيز، يعني ما فيش ما اعتقدش حد شغال سيلز شغال ماركتنج ما بيجيلوش الداتا دي، اي ما كانت الشركه يعني اي ما كانت الشركه نوعها ايه لازم بتكون جايه لها الداتا دي، داتا الفارماسي، الفارماسيز بتاعتها بتعرف بيعها، بتعرف انت المفروض بعت قد ايه، جبت قد ايه، الحاجات اللي هي الارقام اللي بتجيلنا وبنحسبها والحاجات دي كلها. يليها التندرز او الانستتيوشنز او اللي احنا بنسميه بي تو بي اللي هو بزنس تو بزنس، او اللي هم المفروض يعني هي اي كيو في هي شركه المفروض هتتعامل مع مستشفى، المستشفى دي برضو تعتبر بزنس كبير، فبي تو بي برضو بيجي برضو الحاجات بتاعت التندرز والانستتيوشنز بتيجي بيعها. وحاجه ثانيه وحاجه ثالثه في السيلز الحاجات الجيوغرافيكال اللي هي التريتوريال، يعني ما فيش واحد فينا في سيلز ريفيو ما اتزنقش في التريتوريال اللي هو انت ليه الماركت شير بتاع المنطقه بتاعتك بايع اقل من الناشونال، انت ليه بايع اقل من الماركت، انت الحاجات دي كلها، دي كلها الحاجات اللي هي الداتا اللي بتجيلنا دي، دي مفروض تريتوريال بيكون برضو عاملاها الاي كيو فيا، بحيث ان احنا نقدر نعمل داتا اناليسيس اكتر للبيع بتاعنا، فبالتالي نقدر يعني نفهم لو في مشكله المشكله في ايه، ولو في اوبورتيونيتي هنقدر نجيبها منين. في شويه ديفينيشنز كده مهمه المفروض برضو نكون عارفينها، يعني هي الير تو ديت، طبعا معظمنا عارف يعني ايه يير تو ديت. انا بحسب البيع من اول السنه لغايه يومي هذا، يعني انا مثلا عايزه احسب بيع لغايه 30/10 اللي هو لغايه اخر يوم، او 31/10 لغايه اخر يوم في الشهر اللي فات، فانا هحسب من اول 1/1 ل 30/10 اتس يير تو ديت، اوكي، اللي هي الواي تي دي. اوكي، في حاجه بقى اسمها المات، المات هو الموفينج انيوال توتال. ايه هو الموفينج انيوال توتال؟ هو ببساطه ان هو بيحسب لي سنه لورا. يعني ايه سنه لورا؟ يعني انا مثلا دلوقتي برضو زي سيم اكزامبل انا عايز احسب لغايه 30/10، المات بتاع 30/10، اوكي، المات بتاع 30/10 هو عباره عن ايه؟ هو عباره ان انا هزود شهر من بعد 30/10 لغايه 30/10 اللي انا فيه دلوقتي من السنه اللي فاتت. يعني ايه؟ يعني هرجع 11 شهر لورا. اعملها ازاي؟ انا المفروض عايز 30/10/2022 هزود شهر عن على السنه اللي فاتت اللي هو 30/11/2021، يبقى المات بتاعي كام؟ 30/11/2021 لغايه 30/10/2022، اوكي، ده الموفينج انيوال توتال. واكيد له سبب ان هم يطلعوا ديفينيشن زي ده، الديفينيشن ده معمول علشان في حاجه كده صغيره هنعرفها بعد كده في الفوركاستنج، وفي الديتا اناليسيس برضو في حاجات هناخدها في الديتا اناليسيس بعد كده في نفس البروجرام. هو ايه بقى؟ هي فكره ان البي بي جي اللي احنا هنحسبها بعد كده، البي بي جي اللي هو مقدار النمو بتاع كل شهر، مثلا السنه دي يناير مثلا السنه دي عامل بي بي جي عن يناير السنه اللي فاتت بقد ايه؟ اوكي؟ السنه ديت عامله زياده عن السنه اللي فاتت بقد ايه؟ ده اسمه بي بي جي. الفكره ان البي بي جي يعني ما بيقدرش يحدد لي بيع سنة كاملة إلا مرة واحدة بس،
يعني ما اقدرش اقارن سنه 2022 بسنه 2021 الا مره واحده بس لو انا هحسب بالبي بي جي. لكن المات يقدر يخليني احسب البي بي، يخليني احسب يعني البي بي جي وكل الحاجات التانيه والفاليو وكل الحاجات ديت كل شهر، يعني كل شهر بكل سنه. انا مش عارفه اوصلها ازاي، بس هو المفروض المات يعني بيقدر يأوفر كام سيزوناليتي. انا اقدر لو انا عندي مشكله في السيزوناليتي ومخلياني مش عارف احسب قوي، لا المات يقدر يديك حاجه اكيوريت تقدر تتغلب على السيزوناليتي. الفي برسنتج هو الماركت شير. الماركت شير يعني ايه؟ انا واخد قد ايه من تورته الموليكيول اللي بيتباع ده، واخد قد ايه من الـ من الـ من 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 حاجه معينه من ماركت معين، بكون ديفاين ات من اول السنه. اوكي، انا مثلا واخد ماركت، مثلا محدد الماركت بتاع اللي انا بشتغل فيه اللي هو ماركت مثلا اموكسيلين كلافيلانك، سي مثلا اموكسيلين كلافيلانك، فانا محدده من اول السنه. اوكي، اموكسيلين كلافيلانك ده مثلا بيبيع سي مثلا هنقول 10 مليون، انا والله ببيع 1 مليون من ال 10 مليون دول. اوكي، يبقى انا الماركت شير بتاعي كام؟ 10%. هو مقدار، هو المقدار او البرسنتج بتاعتي من ماركت اللي انا محدده من اول السنه. اوكي، ايه هو البي بي جي؟ البي بي جي هي اختصار لحاجه اسمها previous period gross. اوكي، هو الناس شايفه وسامعه ولا انا بس كل شويه هتشيك؟ تمام. اوكي، البي بي جي هو previous period gross. ايه هو previous period gross؟ هو يعني definition او tool اقدر بيه احسب انا زدت قد ايه عن نفس الفتره من السنه اللي فاتت. يعني ايه؟ انا دلوقتي مفروض في شهر نوفمبر 2022 عايزة أعرف هو أنا بايعة بنفس البيع اللي أنا بعته في شهر نوفمبر 2021 ولا لأ؟ فأقدر أحسب البي بي جي. ليها إكويشن كده نقدر نحسبها. أوكي، أعتقد إن إحنا يعني هي إكويشن في الإكسل سهلة جدا جدا. أنت بتاخد بيع السنة دي، أوكي، وتنقصه من بيع السنة اللي فاتت وتقسمه على بيع السنة دي وتضربه في 100، هتلاقي طلعت لك برسنتج، هتعرف بقى إذا كانت بالسالب بالموجب وهكذا. هتعرف انت بايع هتعرف انت يعني محقق بالموجب، محقق بالسالب، يعني عامل جروس قد ايه. اوكي، الفكره في البي بي جي زي ما احنا قلنا ان هي تقدر كمان تاوفر كام سيزوناليتي بير ايه بقى؟ بير مانس، مش بير يير. يعني انا ممكن دلوقتي المفروض مثلا لو انا شغال على بخاخه مثلا انهيلر مثلا، والانهيلر ده المفروض بيبيع اكتر حاجه في فتره الشتاء، فبالتالي انا ممكن احدد والله شهر نوفمبر احدده مثلا ان انا اقارنه بشهر نوفمبر السنه اللي فاتت، فبالتالي مش هبقى خايف قوي من حته السيزوناليتي. ما انا واخد نفس السيزون وبكمبير بنفس السيزون، فبالتالي مش هبقى خايف ان لا ده سيزون وده مش سيزون، لا خالص، هما الاثنين في نفس السيزون، فبالتالي هقدر اخد معلومات اكيوريت اكتر واخد اقدر اخد انسايتس اكيوريت اكتر. في ديفينيشن تاني اسمه الكاجر. الكاجر هو ايه؟ هو الكومباوند انيوال جروث ريت. الكومباوند انيوال جروث ريت باختصار كده هي ايكويشن ممكن نجيبها من على يعني من على جوجل عادي جدا. هي باختصار حاجه كده بتخلينا نقدر نبريدكت احنا هنجيب كام او هنفوركاست هنجيب كام السنه الجايه او الشهر اللي جاي، يعني او انا اسفه هنجيب كام مثلا السنه اللي جايه. اوكي، هي ايكويشن برضو موجوده في على الجوجل تقدر تجيبها. هي ليها برضو ايكويشن ثانيه كمان اسهل على الاكسل بالباور، في تول كده في الكلاسيك تولز بتاعت الاكسل ممكن تقرا عنها وتقدر دي هتسهل لك قوي يعني انت تجيب الكاجر بشكل اسهل كتير من الكلاسيكال تول اللي احنا كلنا حافظينها. يعني هي اسمها باور وهتلاقي طلعت لك الفانكشن تقدر تحقق فيها. يعني الكاجر طبعا ان احنا في ميزه كده ان احنا ما ينفع ان احنا طبعا على الاقل احنا عاوزين يعني تو جروس ريت او تو يعني على الاقل 3 سنين نقدر نحسب بيهم الكاجر علشان نقدر نطلع بتو فاليو من الجروس. اوكي، يعني انا مش عارفه اشرحها قوي بس المفروض ان انا عشان 3 سنين المفروض لو انا عندي 3 سنين فبالتالي انا عندي تو فاليو من الجروس، فبالتالي هقدر احسب الكاجر بشكل اعمق. الاحسن طبعا والاحسن ان يكون 4 سنين عشان يبقى عندي 3 فاليو. وفي حاجه تانية انا بس مش كاتباها اسمها افريج جروث ريت. الافريج جروث ريت هي حاجه سهله قوي وسامبل، ان احنا برضو بنجيب الجروث ريت بتاع كل يعني اخر 5 سنين مثلا او اخر 4 سنين بيكون في 3 جروث ريت. اوكي، هنحدد ال 3 جروث ريت ديت هنحسبهم ونجمعهم على بعض ونقسمهم على عددهم، هيطلع لي يعني على الاقل نسبه اقدر ابريدكت بيها السنه الجايه ان شاء الله هتكون عامله ازاي. بعد كده عندي الار اكس اناليسيس. احنا كنا لسه قايلين ان الاي كيو في بتديني حاجتين،
بتديني سيلز اناليسز، اوكي السيلز اللي هي الفارماسيز والتندر والحاجات الجيوغرافيكال، وانت واخد قد ايه من الماركت ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. وفي الار اكس، الار اكس زي ما قلنا ان هي انديكاتيف، وده ليه؟ لان هي بتتاخد في عدد سامبل معين من الدكاتره، هما بينزلوا لهم الاي ام اس ديت، اي ام اس كده حاجه شبه الكتاب كده، هما بيكتبوا فيه روجيتاتهم، وفي حاجه شبه الكربون، هما بعد كده بياخدوها منهم ويقدروا يطلعوا منها الانسايتس اللي هما بيبعتوها لنا دي. الفكره بتاعته في ايه؟ الفكره بتاعته ان هو ممكن بيحسب لي كذا حاجه، الار اكس اندكس بيحسب لي كذا حاجه. اول حاجه النمبر اوف البريسكريبشن اللي بيكتبها كل سبيشاليتي لكل برودكت. يعني ايه؟ كل سبيشاليتي مثلا هتلاقي مثلا ان جي اي تي بيكتب مثلا دواء الفلاني بنسبه كذا، وان الاي ام بيكتب الدواء الفلاني بنسبه كذا، وان العظام او الاورثو بيكتب الدواء ده بنسبه كذا. فده هيديني انسايتس اكتر، انا اقدر بعد كده اتجه لمين وقت السيجمنتيشن والتارجتنج ووقت ما انا بحط الاستراتيجي بتاعتي. تاني حاجه برضو في الار اكس السبيشاليتي، هو بيعرفك انهي سبيشاليتي او كل سبيشاليتي بالبرسنتج بتكتب البرودكت ده بقد ايه. تمام. تالت حاجه، تالت حاجة الانديكيشن هي نمبر اوف البريسكريبشن بقى، بس اللي هو مفروض لكل انديكيشن. يعني هيقول لك مثلا ان الانديكيشن ده بيتكتب في البرودكت ده بقد ايه. اوكي، هي دي الفكرة. يعني ده بعد كده هيخليني او هيسهل لي انا كبرودكت مانجر ان انا اتجه لانهي انديكيشن بعد كده. انا والله نزل لي مولكيول معين او نزل لي براند معين بمولكيول معين، فهرجع للاي ام اس الار اكس اندكس وهشوف كده والله هو مفروض الانديكيشن، قصدي الانديكيشن يعني السبيشاليتي المعينة بتكتب المولكيول ده بقد ايه في المية، وبتكتبه في انهي انديكيشن. فده هيسهل عليا كتير قوي قوي في الاستراتيجي بعد كده. اوكي، في التارجتنج والبوزيشننج والسيجمنتيشن والحاجات دي كلها. خلينا بس واضحين ان الداتا اناليسيس ايا ما كانت الحاجه اللي احنا بناخدها دي، احنا مش بنحط يا جماعه السيتويشنال اناليسيس ده، مش هو ما هوش حاجه بتتحط بس عشان تتحط في الماركتنج بلان، واسم حطيت في الماركتنج بلان سيتويشنال اناليسيس، لا خالص. احنا كل حاجه في السيتويشنال اناليسيس بنكتبها او بنعملها او بندور فيها هتساعدنا كتير قوي 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 في الاستراتيجي، في البادجتنج، في الاوبجكتيف، في كل حاجه. ده حقيقي. فانت لو بذلت مجهود في الاناليسيس، في السيتويشن اناليسيس، هتقدر توصل للاوبجكتيف بتاعك بشكل اسهل وبشكل ادق، وتقدر تعمل فوركاستنج بشكل اسهل. يعني هيساعدنا كتير جدا جدا. انا اسفه احنا ما كملناش دي. اخر حاجه بس كانت الكومبيتيتور اناليسيس، انا عاملاها بشكل بسيط قوي قوي قوي. انا لو عايز اعمل كومبيتيتور اناليسيس وعايز اشوف الكومبيتيتور بتاعي ده، عايز اعمل له كده جدول، فاقدر احط الايتيمز دي في الجدول ده. ممكن مثلا اعرف هي الكومباني دي كومباني ايه، هل هي لوكال، هل هي مالتي ناشونال، هل هي ليها كريديبيليتي في الماركت، هل هي قديمه، هل هي ليها هيستوري، وهكذا. البروفايل بتاعها ايه، الاكسبيرينس بتاعتها ايه، هل ليها ادويه اوريدي موجوده في الماركت بتساعد الدواء اللي نازل جديد ليها ديت اللي هو الكمبيوتر ليا بتساعده في شغل تاني ولا لا. هشوف الاكتيف انجريدينتس بتاعته، الرو ماتيريال جايبها منين، الاكتيف انجريدينت بتاعته اقوى مني ولا اقل مني، وبالذات لو انا شغال على بي بي اي مثلا هتلاقي الكومبيتيشن فيها عاليه قوي. الباكينج بتاعته، البرايسنج بتاعه، هشوف انا احسن منه، انا هو الباكينج بتاعه احسن. يعني الحاجات دي كلها تفرق معانا ان احنا نكتبها وتبقى قدام عينينا، هتفرق معانا كتير قوي بعد كده لما احنا نحب نعمل بوزيشننج، نحب بعد كده نعمل سيلينج بوينت نقدر نضرب بيها الكومبيتيتور بعد كده. بقدر اعرف السترينث بوينت بتاعت الكومبيتيتور بتاعي، برضو الويكنس بوينت، كويس جدا ان انا اكون عارفه الويكنس بوينت بتاعت الكومبيتيتور بتاعي، اقدر اضرب فيه كويس واقدر ان انا اخد منه حاجه كبيره. هاو تو سيل اجينست، بكون عايز اعرف ازاي هقدر ابيع ضد. يعني بعد ما طبعا بعد ما اكتب كل الحاجات دي انا خلاص هيكون اوريدي عندي بوينتس كده معينه كاتبها، وعارف انا دلوقتي هقدر يعني اخد منه ازاي، وهقدر بيسموها ايه، ان انا اقدر ازاي اوازيه. تمام. بس that's it. ويا رب نكون اكون فدتكم بحاجه. يعني طب ثانك يو يا جماعه للناس كلها. انا مش عارف دكتور عبد الرحمن هنا او انا انا اشكرك دكتور يا جماعه، انا اشكرك يا دكتوره ايه على البرزنتيشن، وانا عارف ان انت يعني حضرتي بشكل سريع بس البرزنتيشن بشكل فيربال،
يعني كنت ملمة جدا يعني بالكونتنت. يعني اشكرك واشكر دكتور باسم واشكركم يا شباب على حرصكم على الحضور لغايه اخر لحظه. احنا ان شاء الله المفروض بقى هنكمل على السكيدول الموجود البروجرام الجدول يعني، ومعادنا المره الجايه الركاب غالبا يوم الخميس او يعني يوم السبت على حسب الجدول الموجود. وانا متابع معاكم على الجروب لو في اي استفسار، انا يهمني برضو ان انتم تشاركوا مع بعض. المره الجايه يا ريت الركاب مش بس برزنتيشن، يا ريت ان احنا نشارك مع بعض الثوتس و اللي احنا تعلمناه اكتر من ان احنا نراجع بس المحتويات. مره تانية بشكركم وان شاء الله نلتقي دايما على خير. شكرا.